السلام عليكم. اليوم نروح لولاية خنشلة لنقف على الأشغال نتاع الطريق الاجتنابي لولاية خنشلة، واللي يعني يمتد من شمال الولاية إلى جنوبها على امتداد حوالي 28 كيلومتر. وهذا الطريق اللي يتم حاليا ازدواجيته وتحسين المسار نتاعو ليكون يعني مطابقا للمقاييس المعمول بها في ميدان الطرقات، يعني من ناحية السلامة ومن ناحية الـ يعني لا ريزوربسيون نتاع الاكتظاظ المروري. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المشروع، والسلام عليكم. 20 كيلومترا تجري أشغال شق الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة، والذي استفادت منه ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، فيما تسابق الزمن هذه الآلات لتمهيد الأرض وتبسيطها. باش تولي تجي على خنشلة تولي تي في تي، تجي اجتنابي تي في تي سيركيلاسيون تي في تي بزاف حوايج، والحمد لله يا ربي كي وصل المشروع هذا ولحق للنسبة هذه. طريق الاجتنابي هذا يخرج على طريق بسكري القديمة، وزيد حاجة أخرى عندنا فيه فايدة نتاع السياحة، وإذا حب ربي إن شاء الله. هذا الطريق سيلعب دورا اقتصاديا هاما عبر ربطه لجنوب الولاية بشمالها، فضلا عن البعد السياحي فهو يتوسط الغابات المطلة على المنطقة الحموية لحمام الصالحين. كل هذه المشاريع عندها أهمية استراتيجية بالنسبة لفك العزلة على اولا ولايه خنشله، ثانيا اللي يعني خلق حركيه اقتصاديه اللي تخلي هذه الولايه تلعب دور في مجال التنميه الاقتصاديه، تفادي الاختناقات المروريه بعيدا عن الوسط الحضري، وتوفير الوقت لمستعملي الطريق، من اهداف هذا المشروع الذي ينتظر تسليمه بداية العام المقبل.